هدوء هذا المكان لا يعكس حقيقة المعركة، فعلى مقربة من جبل النار حيث ينصرف فريق الهندسة العسكرية إلى انتزاع الألغام، تتواصل المعارك في معسكر خالد إلى الشرق من هذا المكان. يتزامن ذلك مع المعركة المفاجئة التي شنها الجيش وتمكن خلالها من تحرير منطقة الزهاري آخر المناطق التابعة لمديرية المخاب باتجاه محافظة الحديدة. أسفرت المعركة عن مقتل العشرات من مقاتلي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وإنهاء وجودهم في آخر مناطق المخا، فيما واصلت مقاتلات التحالف توجيه ضربات موجعة لمواقع داخل معسكر خالد نتجت عنها انفجارات هائلة لما يعتقد أنها مخازن أسلحة استهدفتها الطائرات. وفي الآن ذاته استهدفت الطائرات الأباتشي إمدادات عسكرية في مفرق المخا. إثر كل معركة وانتصار يبقى التحدي هو نفسه، كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها الميليشيا في كل مكان، كما هو الحال في محيط جبل النار الذي حرره الجيش الوطني مؤخرا. يواصل هذا الفريق مهمته الشاقة لانتزاع الألغام وتأمين هذه المنطقة والحركة عبرها من وإلى مدينة المخا وبقية المناطق المحررة. أنواع متعددة من الألغام زرعها الانقلابيون وبعضها صنع بخبرات إيرانية كهذه التي تزرع على هيئة أحجار يصعب تمييزها عن مكونات الطبيعة. وهذه بقايا الأسلحة التي دمرت إبان المعارك الشرسة التي دارت هنا في جبل النار قبل استعادته، تركها الانقلابيون وفروا إلى غير رجعة. المعركة لم تتوقف في الساحل الغربي، أبرز محطاتها معسكر خالد الذي بات سقوطه وشيكا، ومع سقوطه يسقط رهان الانقلابيين بإمكانية البقاء هنا أو ممارسة التأثير العسكري على الملاحة البحرية.